ما يدير الحسن خرجنا مول الكرا خويا بقينا باركين مشى من الشانطي قدام واحد ستراسيون بالحويجات والوليدات داز واحد السيد بالطوموبيل ديالو طرقني قال لي مال قلت له وديها كيفاش طرقناها كيفاش طرقناها عاودتي المشكل قال لي انا نوقف معاكم ومن المحسنين وداك الشيء جا بقى صورنا بدا كيلوح فينا هاي صورنا الوليدات والمرا بقى كيلوح فينا بالتصاور في التليفون عطاهم النمره ديالو انا ما عنديش تليفون بقى كيتصل بالناس كيصيفطوا ليه انا حتى حاجه ما وصلتني راه ما حنا خويا خمس ايام وشدني تما بارك تما عطاني مستاسين واحد الميحيل واحد المقازا بركت فينا الوليدات يجي عندنا يدور دوره ويجي يصورنا ويلوح يجي يصورنا ويلوح وعطاهم النمره ديالو جات واحد الدريه من دار بوعزه قالت لي انا مخلص لهاد الناس عام ديال الكرا عطاته الفلوس ومشات بحالتها ما خلاناش كندوي معاك الدريه حيت هو عنده النمره ديالها جا واحد راجل من ناحيه برشيد قال لي انا نخلص عام ديال الكرا عطاه الفلوس ديالو ما عطانا والو عاود كريناها هي كرينا ب 20 دابا الغالب الله هانتوما كتشوفوا اخوتي الغالب الله كرينا ب 20 الف ريال هذا دابا انت كتشوف خلصنا عام ديال الكرا راه انت كتشوف ما كاين والو لا من نعم وعدنا قال وعدنا قال كنشري لكم بارطمان كتب المره النص وحتى النص وكيضحك علينا خمس ايام وحبسنا قلت ليه غنمشي نكريم لقط 44 الف قال لي لا بالك تنصوركم ويدعموا معايا الناس وداك الشيء وبقاو الناس كيعيطوا عليه هذيك الدريه من دار بوعزه جات في الطوموبيل ديالها عاليه عطاتو خلصت ليه عطاتو مليون ونص خلصت ليه عام ديال الكرا وواحد رجع عطاه فلوس العام تا هو ديال الكرا قال لي انا عام انا مخلص ليهم ما عطانا حتى حاجه دار الجيب وضحك علينا دعينا الله ياخذ فيه الحق هادشي اللي كاين اخوتي راه ما حنا انا الوليدات خمس ايام ويصور فينا ولوح ودار النمره ديالو انا ما عنديش تليفون عاد شراتو لي واحد المره التليفون ديالي عاد شراتو لي واحد المره درت لي من النمره دابا هادو كتشور خوتها الوليدات هالمحل فين سكننا دابا راه الغالب الله لا ما ناكلو لا ما نشربو لا معنات لا ثلاجه لا عندي البوطه الصغيره لا والو غالب سيدي ربي ما لقيت تما ناكل الوليدات هذا كتشوف اخوتي يلاه ثلاث ايام دوك فاش دخلت المحل كريت الغرب الله الله يجزيكم بخير اللي شافنا حن بينا واخا شنو كنطلب من الناس محسنين يعاونوا معايا باش في معنات وفي الثلاجه وما عديش الغرب الله والو الخبز ما لقينا باش نشري مولانا كيشوف راه سيدي ربي راه كيشوف راه ما حناك سيد خمس ايام وكيصور فينا ولوح وعطاهم النمره ديالو هو ما خلاهمش يهضروا معايا انا لقينا بجنب الشانطي مشينا للستاسيون امو الستاسيون مسكين هو اللي كيعطينا الفطور الغداء العشاء سولو امو الستاسيون شال هو الخدامه ديالو كيشوفوا كل شيء بعينيهم هذا كيجيب يدور دوره ويجيب الطوموبيل ديالو يصورنا ويلوح هاي صورنا بالتليفون ويلوح صور يا لاكارت خد الوراق ديال المراق هاتا تشوف الحاله دار لينا ما شدينا والو ما عطانا والو ضحك علينا درت شيكاي الوكيل الملك قالت لي ديها الجدرميه ديها الجدرميه انا كنتسنى عطيتهم التليفون ديالو والسميه ديالو ما عرفتوش حتى فين كيسكن راه كتشوفوا الفيديو راه عندكم راه كتشوفوا فيه واخا دابا عندك تليفون ولا ما عندكش عندي دابا تليفون خذات لي واحد المره تليفون ها هو عندي ها هو شات لي واحد المره واخا قول لنا التليفون ديالك ها هو غنقول لك اخويا النمره ها النمره ديال 07 14 04 25 05 07 14 14 04 25 05